مع شروق شمس الأول من يوليو 2013 توقفت حركة الحياة في مصر. الشعب يعيد ضبط عقارب التاريخ ليسقط عاماً من حكم جماعة الإخوان المسلمين. تجمع المتظاهرون بالآلاف أمام دواوين المحافظات وأغلقت مجالس المدن والإدارات المحلية، وهم يعلنون صراحة أن الشرعية ليست لمن يدعيها وإنما الشرعية للشعب، والشعب يريد إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هكذا أخرج ملايين المصريين الذين قدرت أعدادهم ب17 مليون متظاهر البطاقة الحمراء لمرسي وجماعته، متحدين تصريحاته الجوفاء بأنه لن تكون في مصر ثورة ثانية حين وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد يجدي معها الندم. وأمام سفارات مصر في العالم خرجت الجالية المصرية في ذلك اليوم للتظاهر والاعتصام مطالبين بإنهاء حكم الإخوان، تحسباً لقيام عناصر الجماعة بأي أنشطة تخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها. أمنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة المناطق الحيوية والسجون باستخدام الدبابات والطائرات. في الوقت نفسه تعهدت قوات الأمن بحماية المتظاهرين السلميين من أي اعتداءات، خاصة بعدما خرجت مسيرات طلاب الجامعات بالآلاف باتجاه قصر الاتحادية، حيث ضربت الخيام وأعلن اعتصام مفتوح إلى حين عزل الرئيس مرسي بعدما أعلنوها صريحة: ارحل. كما قبضت قوات أمن القاهرة على بعض عناصر الجماعة لحيازتهم قنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء، وبعدما أطلقوا النار على بعض المتظاهرين في محافظة القليوبية. على الجانب الآخر أعلنت منصة رابعة العدوية وصول 2 مليون من مؤيدي الجماعة. بدأ أن البلاد تنزلق إلى حرب أهلية، وعلى أحدهم أن يتدخل ليحول دون التقاء الجمعين. إن القوات المسلحة، هكذا أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك عصر 2 يوليو إمهال القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي. الذي يمر به الوطن.